وأقيم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين احتفال مركزي كبير حضره عشرات الآلاف من داخل القضاء وخارجه ابتهاجا بمناسبة ولادة خير البرية خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا التجمع الكبير حب الرسول والاقتداء بمنهجه والسير على خطاه. طلب الحضور المجتمع اتباع سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في التآخي ونبذ الفرقة. نيابة عن السيد محافظ صلاح الدين الشيخ اسماعيل هلوب، حضرنا اليوم هذه الاحتفالية المركزية الكبرى في قضاء سامراء لمناسبة المولد النبوي الشريف. جرت في هذه الاحتفالية مناسبات وفعاليات مجتمعية وفعاليات دينية، قامت المحافظة من خلال القائم مقام ومن خلال بقية الدوائر المعنية بتأمين كافة المستلزمات الخاصة لهذه الاحتفالية من تهيئة الموقع وتأمين الحماية وتأمين الإنارة وأيضا كل ما تطلب هذا الاحتفال. هذه مناسبة عظيمة، مناسبة كبيرة يحتفل بها اليوم في هذا المكان أبناء سامراء خاصة وأبناء صلاح الدين وأبناء العراق وأبناء الأمة العربية الإسلامية. هذه مناسبة توحد جميع المسلمين، هذه مناسبة ندعو من خلالها أن تتوحد القلوب وتتصافى فيما بينها وأن نعمل جميعا على خدمة وطننا وخدمة بلدنا، ننبذ خلافاتنا، ننبذ كل ما يعكر صفو أجوائنا من أجل أن نكون ممن ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أننا أخوة في السراء والضراء، ونعمل على ما يرضي الله ورسوله. بمناسبة مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي هذا اليوم المبارك، رعت مديرية الوقف السني في سامراء الاحتفالية الكبرى لهذه المناسبة العظيمة التي تدل على حبنا وتقديرنا لهذا النبي الكريم. ومن خلال هذه القناة المباركة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى ديوان الوقف السني الراعي الأول لهذه الاحتفالية وإلى دائرة الاحتفالات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى والعراق والعراقيين والأمة الإسلامية بأفضل حال. هذا هو موعد وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان ميلاده عليه الصلاة والسلام في اليوم 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وهذه تذكرنا وتذكر المسلمين كلهم بأن هذا الحدث هو أعظم حدث في التاريخ، لأنه ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق الذي أنقذ البشرية جمعاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فحري بالمسلمين أن يحتفلوا بهذه الذكرى وأن يكونوا محيين لها حبا واشتياقا وعملا وصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى العطرة على قلوبنا والتي لها معاني كبيرة عند كل مسلم من المسلمين، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث لينقذنا من النار إلى النور إلى الجنة، وبعثه الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق، وبعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. من ها هنا من هذا المكان نبارك للعالم الإسلامي أجمع ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، داعين الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان على بلادنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نبارك للعالم الإسلامي والأمة العربية والعراق أجمعين، وبهذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراق وعلى المسلمين وعلى العراق بالأمن والأمان والخير والبركة، وأن يعمل الخير على جميع العراقيين، وأن يحفظ العراق وأهله ومدينة سامراء وأهلها.